أكدت حملات مرشحي انتخابات الرئاسة 2024 متابعتها لانتخابات المصريين في الخارج من خلال الغرف المركزية والتي تم تشكيلها لمتابعة الإقبال ورصد أي ملاحظات. طبعا وكمان يعني نوهوا بالمظهر الحضاري والمنظم في اليومين الأول والثاني، وتوقعوا استمرار الإقبال في صورته الجيدة لليوم الثالث والأخير، ونشدوا جميع المواطنين بالخارج الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره طبعا واجبا وحقا دستوريا أساسيا. وتتابع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سير انتخابات المصريين بالخارج، وأكدت انتظام سير العملية الانتخابية، ولم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق عملية التصويت خلال يومي التصويت. ومع بداية اليوم الثالث والأخير وعمل اللجان في هذا اليوم، أعلنت حملة المرشح الرئاسي أيضا في هذا السياق المرشح الرئاسي فريد زهران عن متابعتها أيضا لعملية تصويت المصريين بالخارج، وأشارت إلى أن الغرفة المركزية رصدت عددا من الملاحظات للمصريين بالخارج، ده بسبب بعد مراكز الاقتراع عن أماكن سكنهم وعملهم، ده الأمر اللي بيتطلب يعني وقتا ولا يستطيع البعض تحملها. وأكدت أنه لم يتم رصد أي مخالفات تعيق العملية الانتخابية، ونسبة التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج جيدة. واستمرت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في متابعتها للمصريين بالخارج، وثمنت الحملة الجهود المبذولة من القنصليات والمكاتب الدبلوماسية المصرية في الخارج طبعا بالتيسير على المصريين المقيمين خارج مصر، وأكدت أن الإقبال على صناديق الاقتراع كان جيدا، ولم تتلقى الحملة أي شكاوى بشأن العملية الانتخابية. من جانبها أشادت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بالمظهر الحضاري الذي ظهر عليه المصريون بالخارج، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تواصل متابعة انتخابات الخارج، ولم تتلقى الحملة أي شكاوى ولم ترصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت.